ذكرت صحيفة كوريا هيرالد الكورية الجنوبية أن مدينة دبي باتت الوجهة المفضلة للأشخاص من جميع أنحاء العالم الراغبين في الانتقال والعيش والعمل خارج بلادهم. وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن دبي احتلت الوجهة الأكثر تفضيلا على مستوى العالم وفقا لنتائج استطلاع المدن الأكثر شعبية للانتقال إلى الخارج الذي تصدره شركة ميلتي لتحويل الأموال عبر الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة. واعتمدت الدراسة على بيانات بحث جوجل على مدى 12 شهرا الماضية في 164 دولة، حيث فحصت أحجام البحث عبر الانتقال إلى المدينة، وتصدرت دبي القائمة بدعم زوار من 60 دولة. واستهدفت الصحيفة بالبنية التحتية والخدمات الذكية في دبي وسياسات إقامة الأجانب المستحدثة، وخصوصا بعد تقديم الإقامة الذهبية والرواتب المرتفعة نسبيا والمعفاة من الضرائب.